السلام عليكم شباب. عليكم السلام. شو اسمك انت؟ محمود. هذه شو صير لك؟ اختي. شو تسوون هنا بالمزبلة؟ قاعدين نشتغل. شو تشتغلون؟ طاقة وحديد. وين تودونه؟ انفرزنا ونبيعه. انت مهجر؟ اي. قاعد ايجار لو بيت لك؟ ايجار. مرتك منظمة؟ لا. لا. يعني ابد ما اجت؟ شنو الملح؟ شبيه الملح؟ شبيه ادري شبيه وينه؟ شو تسوي بيه؟ نريد ناخذه على البيت. وشو تسوون بيه؟ شنو واحد يسوي تاخذه على البيت؟ ما جاي فهمني شوية أكثر. عدس ناخذه. منين هذا العدس والملح؟ من شو شوفني الملح؟ هذا الملح. والعدس وينه؟ زين هذا العيشة احسن لك لو تمد ايدك؟ هذه عيشة. يا هل احسن لك هذه لو تمد ايدك؟ هذه. ابوك وين؟ ابوي انا مريض قاعد اشتغل ويانا. وانت جاي تساعده؟ اي. صحيح لو قالوا اشتغل بل ولا تمد ايدك. اي.